وينضم مباشرة إلينا من أوكرانيا غيث أحمد، رئيس المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان في أوكرانيا عبر سكايب. أهلا بك. هل هناك تحرك من السفارة العراقية؟ هل أصدرت بيان؟ هل اتصلتم بالسفارة العراقية؟ هل لديها إجراءات؟ نعم، للأسف الشديد لا توجد حركة حقيقية من قبل السفارة العراقية. فقد طلبت السفارة العراقية منذ أسبوعان بطلب من وزارة الخارجية بإخلاء المدن ومغادرة الأراضي الأوكرانية، وهي كانت من أولى السفارات التي غادرت للأسف، ولم يتبقى منها أحد يمثلها إلا بعض الموظفين وهم من سكان مدينة كييف. فهي السفارة قد أعطت وزارة الخارجية أطلة مفتوحة لممثلين البعثات الدبلوماسية التابعين للسفارة العراقية في مدينة كييف. يعني هاي نقطة جدا مهمة يا سيد غيث، جدا مهمة. يعني الخارجية العراقية طلبت من موظفي السفارة العراقية في كييف أن يغادروا السفارة ويتركون الجالية وأمرهم؟ وللأسف هذا ما طلبت منه. يعني وزارة الخارجية العراقية أعطت عطلة رسمية مفتوحة الأمد لموظفين السفارة العراقية وهم وأعوائلهم. فبالتأكيد لم يعني لا يوجد لا سفير لا قنصل لا موظف كبير في السفارة العراقية في كييف. يعني لا يوجد سفير في السفارة الأوكرانية في السفارة العراقية في أوكرانيا، وإنما قائم بالأعمال. وفي الحقيقة لم يصدر بيان رسمي منه أبد، احنا ما سمعنا بيان رسمي من السفارة العراقية، فقط تنويه بإخلاء على ضرورة السفر من الأراضي الأوكرانية، وهذا الشيء كان منذ 14 يوم. يعني حاليا نحن لم نشاهد، طبعا نشاهد طبعا تحركات للجيش الأوكراني متجه إلى الغرب. نحن نشاهد أيضا اتجاه أرتال من الجيش الأوكراني تتجه نحو الغرب إلى مدينة لبيب ومنتصف مدينة جيتوما. طبعا بالتأكيد سنترك أيضا الرد، نعم سنترك الرد أيضا للسفارة، نعطي حق الرد للخارجية العراقية كي ترد على هذه المعلومات. السفارة العراقية فارغة في كييف، وبالتالي الجالية العراقية هناك لا تعلم ماذا تفعل وأين تذهب. سيد غيث، الآن حدثني عن الجانب العسكري. هناك أخبار تتحدث عن أن بعض عناصر الجيش الأوكراني ربما تركوا أسلحتهم وهربوا، وأنت تتحدث عن منذ الخامسة صباحا عملت سفارات الإنذار الأوكرانية بإعلان الهجوم الأول الصاروخي على الأراضي الأوكرانية، وكان بمقابلها وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت بإسقاط 5 طائرات حربية مع مروحية واحدة. وأيضا قد اعترف الجانب الآخر وهم الانفصاليون أيضا أعربوا عن إسقاط طائرتان سيخوي من طراز 24 في الأراضي الدنباس أو إقليم الدنباس اللي معترف به حالياً من قبل روسيا. أيضاً شهدنا في مدينة إربن، وهي التي لا تبعد عن تقريباً إلا 50 كيلومتر من هذه المنطقة، شهدت تحرك هليكوبتر أو عدة هليكوبترات روسية، قد واجهت أيضاً طائرات مروحية هليكوبتر أوكرانية، وأصبح هجوم منذ ساعة من الآن. كانت هناك مناورات بينهم، عمليات اشتباك، حتى هذه اللحظة لم نتعرف عن ما مدى خطورة الوضع في مدينة إربن. ولكن أيضا أحد أعضاء المنظمة متواجد هناك وقد أخبرنا بأن الوضع أصبح صعبا هناك، وهم الآن يحاولون الإفلاء والخروج من هذيك المدينة. طب سيد غيث، يعني هل التوقعات بأن العاصمة كييف ربما تسقط خلال ساعات بيد الجيش الروسي؟ حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نؤكد هل سوف يكون هناك غزو شامل أو إنها فقط عبارة عن هجوم جوي على بعض الأماكن الموجودة في كييف. لأنه حتى هذه اللحظة قامت القوات الروسية بضرب هجمات متفرقة على بعض المرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية، وأيضا قد دمرت أحدى الرادارات وعطلتها نهائيا. ولكن المعلومات المؤكدة عزيزي بأن قد استهدف 7 مطارات حتى هذه اللحظة، وهي الآن تعتبر جزء خارج عن الخدمة، وإن الأجواء الأوكرانية حاليا أغلقت بالكامل من قبل القوات الروسية.
هذا الأكيد. طب هناك أنباء عن سقوط عدد من المدنيين كضحايا لهذا الغزو، ما وضع الجالية العراقية؟ هل هناك بينهم جرحى؟ هل هناك بينهم ضحايا لهذا الغزو؟ بالفعل لقد قامت الحكومة الأوكرانية منذ يوم أمس إعلان حالة الطوارئ القصوى وإعلان الأحكام العرفية في هذه في كافة المدن الأوكرانية، وبالمقابل أيضا قد قام مجموعة متعاونة مع الدفاع المدني الأوكراني وبعض المنظمات الإنسانية بعمليات الإغاثة الميدانية لتقليل أعداد وكسب أكثر عدد ممكن من المواطنين وإبعادهم وتوجيههم عن آلية الخروج والذهاب إلى الملاجئ. طبعا نحن من قبل قناتكم المؤقرة ننصح المواطنين القاطنين في هذه الأراضي من الجالية العراقية أو العربية التوجه إلى الملاجئ في حالة الخطر، كون هي أفضل مأمن الآن، أما التوجه إلى الغرب أو التوجه إلى الملاجئ والابتعاد عن أي مركز حكومي أو أي مرفق حكومي آخر، كون الاستهدافات حتى هذه اللحظة هي فقط على المراكز الحكومية والعسكرية. طب سؤال أخير سيد غيث، أنت قلت أن الجيش بعض عجلات الجيش الأوكراني تتجه غربا وأريتنا الصور لذلك، يعني هل هذا الجيش يهرب؟ هل هناك ثكنات عسكرية معينة ينتقل إليها؟ وين دي يروحون؟ طبعا إنهم يتوجهون إلى الغرب الشمالي حيث توجد من بعد تقريبا 250 كيلومتر من هذه الاتجاه هي الحدود البيلاروسية التي أعلنت القيادة البيلاروسية بأنها لن تشارك وقد أغلقت الحدود، ولكن الاستخبارات الأوكرانية والاستخبارات العسكرية أكدت هناك هجوم كان صاروخي من قبل المناطق الحدودية التابعة من الأراضي البيلاروسية حول المناطق جيتومر وإربن وبعض من محافظات أو الأغذية التابعة إلى مدينة كيف. لذلك تتوجه الآن القوافل العسكرية من كافة الاتجاهات. نعم هناك خربطة في العملية العسكرية كون أغلب العدد العسكري والتعبئة العسكرية متواجدة في شرق أوكرانيا، ولكن حتى هذه اللحظة نحن نشاهد تسارع سريع بعمليات دخول القوات الروسية في مناطق الشرق والجنوب، وأيضا هناك هجمات بالطائرات وأيضا بالصواريخ أو عبر إنزال رادت أن تكون محاولة إنزال. قبل فترة استعلمنا بوجود محاولة إنزال وقد فشلت. هناك الكثير من المحاور في هذه اللحظة، ثلاثة محاور، وأن الجانب الأوروبي حتى هذه اللحظة هو أغلق حدوده بالكامل بصد من قبل شمال أفريقيا. أنا أشكرك جزيل الشكر السيد غيث أحمد رئيس المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان، كنت معنا من أوكرانيا مباشرة عبر سكايبي، شكرا جزيلا لك.